انا بس خلنا خدمك. اول شيء الولد اهل الامانه هنا أنا جاي يجون يوميه، بس يجي كشغل مو صوره صحيحه. يعني شلون مثلا يجيك الياته تعبانه، كابسات ممنوع الطب بهاي المحله والمحله اللي وراها صارت عباره عن محاصصه. خوش حكي الكابسه اللي مين؟ ها؟ من اللي يمنعها؟ ممنوعه هي من عندهم، ابو البلديه ما جاي يطبوبها. صارت ال 10,000 بالشهر، يجي يومين بالاسبوع، ما يجي يوميه. قبل كانت تجينا الحكوميه الطب، هسه الاهليه. الاهليه اي لا هسه هاي عندك هنا بس الشفل موجوده حكوميه، بس كمحله 339، محله 340، عندك لان هاي المحلات كلها على الزقاقات 52 و54 و42 ما بها اي كابسه، فكلها صايره بهاي النقطه. اليات تجي عاطله، شغل غير صحيح، خوش حكي لو لا. زين هي بس سؤال. اليوم مثلا ما يعني فد مسؤول خاطبته فجامعني. خاطبنا مسؤول، خاطبنا مدير، رحت للبلديه، رحت وين المكان اللي تريد تروح؟ انا بس اريد افتهم. كل وزاره بالعراق او كل دائره لها مخصصات ماليه. المخصصات الماليه مال الامانه وين جاي تروح؟ يعني لا تبليط موجود، الشعب لا بيها تبليط، لا بيها مجاري، لا بيها خدمات، عباره عن صبات. وين ما تروح؟ بوقت التفليش تجي تلقاهم يريدوا يفلشون، انت متجاوز. خوش حكي يجي يريد يفلش سوق كامل، سوق كامل عليه يمكن 4,000 عائله عايشه. اللي مقابل راح شهيد، اللي مط شهيد، اللي عنده مريض، اللي الله عشان ما اقول بوشك حالته تعبانه. ماكو ماكو، يجي قادر بس على الفقير. حكومه صارت محاصصه. انا احكي لك اياها كلها للاحزاب. هاي حزب الفلاني ماخذها يطبب كابسات. هنا ممنوع واحد مقابل اليوم عالم جاي تتضرر يعني اذا ما يطبب كابسات. ماكو ويالي باله بالفقير، انت تعطيني واحد باله بالفقير. وينه 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 اللي يحكي بالفقير؟ مو هسه حتى الشيعه وامير المؤمنين وحكومه الامام علي وينها؟ كل شيء ما شفنا. هاي صار لنا 16 سنه على هالحاله، تبليط ماكو. تبليط يعني انت تخايل تخايل ينشر لك ابو قسم هذا ابو قسم البلديه ينشر لك تم ترقيع الشارع. زين انت المخصصات شنو ترقيع؟ انت غير تسوي بنيه تحتيه، مجاري ماكو. هاي تعال شوف هاي المجاري، هاي المجاري ماكو. تنطر دقيقتين كفيلك الله، هاي هنا تصير تفير. هاي يجيك هنا بس دفعها يوم الجمعه ما يطلع. شفل عطلان، تاياراته تعبانه، شفل يجيب شفل على حسابنا. ماكو بوك حبيبي، بوك كلها بوك من المدير الادنى واحد، كلها بوك البلديه كلها بوك. ماكو واحد بيهم يشتغل نزيه، قادرين على العقود اليوميه او العقد اليوميه هسه تباع. ولك دائره اطلع لك اجور يوميه، ليش ما اطلع موظف وحاسبه؟ ليش انت مطلع لي واحد على يشتغل اجر يومي؟ هو هاي كفيلك الله، هذا يجي هذا الزلمه من تعطى السياره مال الشفل يروح يصلحها على حسابه. كفيلك الله ذاك اليوم هذا الكيله مال الشفل صلحها بمليون ونص، راحت سجلت. لا انا احكي لك، اي انا احكي لك، انا احكي لك راح اليوم وين دور هو البلديه اليوم؟ هي الاليه هي تابعه للبلديه. البلديه ب 10 ملايين كيله صلحت بمليون ونص وسجلت ب 10 ملايين. عمي كلها بوك، كلها هاي. تعال شوف هاي كابسه مطلوب، تعال منها، تعال شوف هاي هسه شارع واحد يمشي بيه بشر. هذا هذا بشر يمشي بيه هنا، مو هذا طريق مال العياده؟ مو كافي يعني؟ اتقوا الله شويه، اتقوا الله يعني. ماكو هيك شيء، هذا كله هذا الزباله. زين هسه مو هاي الامراض وطرقاعه الله، شو وقت العالم يحس؟ حياك الله حبيب قلبي، ممنوع بس يكون يعني الحكي يطلع ان شاء الله يعني امانه يطلع. ان شاء الله يعني للجهات المعنيه لاداره بلديه الشعب ان شاء الله يعني، وكل وجهات النظر هي مطروحه وقابله للرد من الجهات المعنيه.